طيب السائل بيقول يوجد داعي يطعن في الشيخ المجاهد مزم الفقيري في قوله والله ما أرى واجبا أوجب من واجبا من الواجبات أوجب من الكلام في الصوفية على الإطلاق، ثم تكلم فيه وقال أوجب الواجبات الدعوة إلى التوحيد، ويدل على شنو أو يتكلم عنه ويقول هو جاهل ولم يتعلم عند العلماء، نرجو منكم التوضيح. سنتكلم فيه. والله ما أرى واجب أوجب من الكلام في الصوفية على الإطلاق. أوجب الواجبات التوحيد، هذا يدل على جهله. الكلام في أهل البدع ليس بأوجب الواجبات. أنا جاتني رسالة زي دي قبل فترة، مرسلة واحد في الواتساب وقال في شيخ، جابوا له كلمة شيخ مزمل دي، إنه بيقول لا أرى واجب أعظم من الكلام في الصوفية، وقام قال ده جاهل وده جهل والكلام بتاعه ده كلام باطل، مين كلام طويل جدا. أول حاجة يا إخواننا، أنا بنقم على السائل اللي قدم السؤال ده، أول شيء قبال الشيخ ذاته، السائل اللي قدم له السؤال قدم كلام مبتور وأخرج الكلام عن السياق الصحيح لهذا الكلام. أنا ما أعرف إنه الشيخ كان يتكلم عن شيخ مزمل، يعني كان يتكلم عن سياق في سياق ما يجب على الدعاة في البلد دي. ومعلوم إحنا يا إخواننا عندنا أعظم مرض وأسوأ ما ينتشر الآن في البلد دي الشرك بالله سبحانه وتعالى، ده الآن المنتشر وده البلاء والوباء. طيب، والشيك ده تتبناه الطرق الصوفية، وعندنا كثير من الدعاة هربوا من واقع الدعوة إلى التوحيد والتحذير من الشرك. فكان مزمل بيتكلم عن الدعاة اللي هربوا من الباب ده، ففي سياق يجب على الداعية وأوجب ما يجب على الداعية إنه يحارب الصوفية ويتكلم فيهم ويرد عليهم. كويس؟ جدا قال ده كلام باطل، باطل كيف يعني؟ قال الواجب عليه أوجب الواجبات التوحيد، وطيب ده شنو؟ هو ده شنو ذاته؟ بيرد على الصوفية في شنو يعني؟ هم عملوا شنو الصوفية ذاته؟ خالفوا ماذا؟ خالفوا التوحيد، نشروا ماذا؟ نشروا الشرك. إذن الكلام عنهم هو كلام عن التوحيد، هو كلام عن التوحيد، وهو تحقيق لأعظم واجب فرض الله سبحانه وتعالى على العباد، ألا وهو ماذا؟ التوحيد. فليكن أول ما تدعوهم إليه شنو؟ إلى أن يوحدوا الله. طيب، إذا كان زول واقع في الشرك وأنا حذرته من الشرك، ها كده أنا دعيته للتوحيد ولا ما دعيته؟ إذا كان في داعية بيدعو للشرك وأنا رديت على الأباطيل بتاعته، دي دعوة للتوحيد ولا لا؟ هي الدعوة للتوحيد. فأول حاجة دي عبارة عن خيانة من ناقل السؤال، أول حاجة خيانة من ناقل السؤال وتعجل من المجيب. الشيخ ده ذاته الجواب الإجابة دي هو متعجل في ذات نفسه، ومفترض يعرف سياق الكلام ده ويعرف لماذا قيل هذا الكلام. وزد على ذلك فيه تحامل واضح، فيه تحامل واضح جدا، لأنه انت زول زي ما هو بيقول يعني ده سؤال يعني كأنه ما عارفه، انت زول ما عارفه بتتكلم عنه مالك؟ انت ما عارف عنه حاجة تقول له والواجب أولا على العبادة التوحيد. انت عارف مزمل ده بيدعو لشنو؟ عارف دعوته شنو؟ بس جاي صوالة تنتقد، قال وهذا جاهل ولم يجلس العلماء، هذا جاهل، جاهل كيف يعني؟ وتعرف الجهل شنو؟ وانت بتعرف عنه شو عشان تقول انه جاهل؟ ده يا اخواننا من الحكم بالباطل، من الحكم على الناس بالباطل. شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى لما تكلم في كتاب منهاج السنه النبويه قال والكلام في الناس يجب ان يكون بعلم وعدل لا بظلم وجور، قال لا بظلم وجهل. فالرجل ده تكلم اولا بجهل وبظلم، جهل وظلم الاثنين. فكونك تصف زول بانه جاهل وانت ما تعرف عنه شيء، وزد على ذلك كونك انت ما تتحرى عن الكلام، ما تتحرى عن الكلام ولا تتبين ولا تستوثق من الكلام،
ده مما يدل على الظلم. فشوف ظلم وجهل الاثنين، ده ظلم واضح وده جور. ونحن ما شان شيخ مزمل واخونا وقاعد وحاضر كلامنا وما در نقسم ظهره في الكلام ده، لكن هذا المتكلم اللي اسمه اظن الزنتاني ولا منو، الرساله ده انا جاتني منه، ومن هو حتى يتكلم بهذه الصوره ويتبجح ويظلم ويجور؟ وده كله بسبب دفاعه عن صديقه في السودان، داري دافع لي عن واحد صاحبه هنا في السودان يتجرى على الناس ويظلم. قل لي انت يا زنتاني تعال البلد دي، انت عشان تعرف الدعوه وتعرف الشغل الشغال وتعرف دعوه التوحيد، انت تعال البلد دي هنا وشوف الباطل الان اللي بيواجهوه الاخوه هنا من اخواننا السلفيين، والشرك والضلال ودعاة المنكر ودعاة البدع اللي بيواجهوهم انت قاعد تواجه زي ده، ولا انت قاعد تدعو دعوه. كلما انشدتم رحم الاله صداك يا قحطاني.